دون تحديد الفرق مع المنتخب. الكثير من الأنصار يتحدثوا على لاعبين اللي خلته يلعب. واحد يقول يعتمد على السحور، واحد على الرقية الشرعية، واحد يعتمد على مش عارف أي شيء. أنا حبيت شهادة حية مع عند فوزي. مو شو أقول لك، أنا شفت ما قالوا ليش نوكل عليهم ربي. هذا ما تكون تشوف واحد الحوايج هم ما شافوش، بصح أنا شفتهم واش كانوا يديروا، بصح نوكل عليهم ربي بينهم وبين ربي سبحانه. كيفاش كانوا يديروا؟ اش كانوا يديروا؟ يديروا واحد يدير الكتاب، واحد يدير الكتاب في يده، واحد يدير الكتاب في صباطو باش يلعب باش يماركي، الاخر يدير الكتاب في يده باش ما يماركولوش. بينهم وبين مولاه نوكلوا عليهم ربي. هذو شفتهم، مع الانديه ولا مع المنتخب؟ انا شفتهم مع الانديه. مع المنتخب؟ ما هو مع المنتخب ما تلاقاش، باسكو انا ماشي انسان اللي يهضر بزاف مع لي جواك. شغل في التيره في الفيزياء نهضر معاهم على الماتش لازم نربحوه، في التيره كيف كيف، ما تخرج الماتش ما نتلاقى بهم، ما تشوفوني ما تشوفهم. يعني شاد حياة شفتهم كاين الناس يعتبروا الناس قدامي قاعدين داروها، قلت لهم نوكل عليك ربي. ما عرفتش تسمع لي ما تسمعش، بينهم وبين مولاه.